احتجزت زوارق حربية تابعة للبحرية الجيبوتية 6 صيادين من أبناء محافظة عدن وصياد من أبناء محافظة أبين خلال رحلة صيد بين السواحل اليمنية والجيبوتية. وقالت مصادر مقربة من الصيادين إن زوارق حربية جيبوتية اعترضت قارب صيد تابعا لأبناء منطقة فقم الساحلية في عمق البحر قبل أن تعتقل كل من كانوا على متنه. وناشد المصدر الجهات المسؤولة في الحكومة الشرعية باتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن أقاربهم وإطلاق سراحهم من السجون الجيبوتية. مسكون من هذا الوضع المعيشي، ماشي عيشة في بلادهم، يتقون الناس لا الحدود، يتقون العيشة يعني يقولوا حق أكلهم، يقلبوا التيار الملاحق والمد شلهم وقوم خدعوهم، مسكوهوري من صحابهم قارب ثاني مسكو وقوهم يحسبوا يعني القارب هذا منهم وفيهم يطرب لهم، قالوا هذا خاف يمكن عاطل، خاف والله يحتاج بترول، قربوا عنده هنا تقفزوهم الأوالي حقهم قرصنة، عملية قرصنة. ولا المياه يعني اللي شلتهم وقربتهم الى السواحل هذه مع الصيد مع ما انتبهوا وما دخلوا الحدود وساعدوا مع الناس يعني سلطات على قناه قملوا ويتواصلوا مع اصحاب جيبوتي ان شاء الله يفرقوا عنهم. هاي صياد ضبحان ما عنده شيء وكان يقول في البحر نفس الوقت احيانا يعني التيار البحري يشله بدون ما تدري انت بعد الصيد تدخل في مياه اقليميه غير مياه وهذه دوريات قزاز مع الله وشلتهم يعني غير قصد انه يدخلوا في بلاد الناس هنا لا دخلوا من ما انتبهوا بعد مع الصيد معه والضبح واللي خلي الواحد يروح ما هنا قال البترول هنا ما اقدر اطلع يعني قوت يومك لاهلك خاصه في بحرنا هنا في اليمن اللي تسر اصحابنا منهم احنا بلادنا واحد ومنهم 7 بحاره اماتهم تبكي داخل البيوت ما خلونا نرقد من امس بالليل وتلقى كل قريه واحد من عمره من مرات من قعوه حضارمه تلقاها خاصه مدوخه نفسها وين صلحت لنا حاجة؟ طالبة يروح هناك بيطالبوا ما فيش طالبة يعني بيصلوا لك حاجة خلوك ميت في البحر بيخلوك تمشي طلعوا لك هنا بزورق ولا بحاجة يجيبوك ما تعطل